أيوة، السلام عليكم يا شيخ. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا حضرتك متجوزة من سنة وشهرين بالظبط. في أول الجواز بابا سأل جوزي يعني إن أنا هعيش لوحدي وكده، عشان احنا عرفنا إن مامته سابت له الشقة عشان يتجوز فيها، وعرفنا قال ساعتها هتعيش لوحدها والشقة باسمي وكل حاجة تمام. أنا قعدت في شقتي في 9 شهور، وبعد كده حصل لي عندي مشاكل في الحمل وكده، ورحت قعدت عند ماما، مرضيش يجي معايا، قال لا مش عارف اخد راحتي وما اعرفش ايه وبتاع، فهخلي ماما تيجي تقعد عندي. طيب انا يبقى هو طلب ان والدتك تنتقل معاكي في فترة الحمل لا، ولا انا بعد رحت الحمل؟ لماما، لا في ساعة الحمل يعني اخر 4 شهور في الحمل يعني خلاني بعد اروح عند ماما. بعد الحمل، بعد الحمل خلاص حصلت الولادة فرجعتي فقال لك خلي مامتك تيجي تقعد معانا في البيت. لا، مامته بقى، هي مامته، لا مامته. حضرتك، مامته، هو مامته خلى مامته تقعد معايا لوحده عشان ما رضيش يجي معايا ساعة الحمل. لما رحت عند ماما ما رضيش يجي معايا، طيب فخلى مامته تقعد معايا في شقتي. طيب وبعدين؟ فانا حملت وخلفت وحصل لي مشاكل في الحمل وكنت هموت وما اعرفش ايه وبتاع، ولدت سليم الحمد لله، جيت على البيت فمامته ما مشيتش لغايه دلوقتي، ابني عنده 3 شهور. فين السؤال؟ فين أستاذة أم أحمد؟ فين السؤال؟ مشاكل بيني وبينها كتير، طيب مش عارف ياخد قرار، عمال اقول له هي هتمشي مش هتمشي، طب تقول، طب تعمل اي حاجه، لا ما اعرفش، لا مش عارفه اقول لها حاجه، لا هي من نفسها لو عايزه تمشي هتمشي، مش مريحاني، انا مش مستريحه، بتعمل اللي يعجبها في الشقه، بتتصرف كأنها هي السيده الاولى في البيت، مش عارفه اتصرف في اي حاجه، طيب حاسه ان في حد مراقب عليا. فانا خليني غضبت، انا غضبت ورحت عند بيت بابا، فين طبعا بقى سؤالك؟ زعل، فين سؤالك يا أم؟ ما فين انا سؤالك؟ مش عارفه اتصرف، مش خلاص عارفه انا اجاوب حضرتك. بص يا أم احمد، احنا النهارده كنا ابتدينا في المسائل دي وهو واضح ان المسألة دي مسألة العلاقة ما بين الأم والزوجة شيء مهم جدا جدا. أولا أنا لست معك إن أنت تسيبي بيت الزوجية وتروحي لأهلك، لكن في نفس الوقت انت من حقك ان يبقى عندك شقه مستقله لا يكون فيها الا زوجك. فانا بقول الكلام ده لزوجك، حاول بقدر الامكان ان انت تكون شخص ايجابي، وتحاول بقدر الامكان ان انت تبعد المساله دي، وتحاول بقدر الامكان ان انت والدتك اذا كانت تقدر تعيش لوحدها، وواضح ان هي تقدر تعيش لوحدها، ان هي تروح في سكن اخر، وانت والزوجه من حقها ان هي تسكن في سكن مستقل. وهذا ليس من قبيل لا القسوة ولا عقوق الوالدين ولا أي شيء، ولكن من أجل أن الأسرة الجديدة تستقر، ولأن هذه الأسرة كمان لها حق لابد أن هي تحصل عليه.